في الرياضة، عاد صباح اليوم عناصر المنتخب الوطني إلى أرض الوطن قادما من زيمبابوي بعد ضمانهم رسميا تأشيرة التأهل إلى كان الكاميرون 2022، وذلك عقب نقطة التعادل التي سجلها الخضر في مباراة الجولة الرابعة أمام منتخب زيمبابوي، محتفظين بريادة المجموعة الثامنة بمجموع 10 نقاط وبفارق 5 نقاط عن الوصيف منتخب زيمبابوي. حقيقة يعني بعد الحمد لله ما ضمننا هذا التأهل إلى كأس إفريقيا، عندنا مقابلات نقدر نقولها رسمية ولكن تحضيرية في شهر مارس، ومباشرة في تواريخ فيفا شهر جوان إن شاء الله راح ندخلوا في تصفيات كأس العالم، ولهذا يعني إن شاء الله مقابلات شهر مارس راح تكون مهمة جدا، يعني باش نبداو التحضيرات لتصفيات كأس العالم اللي راح تكون طويلة، ونتمنى إن شاء الله التألق تاع الفريق الجزائري. ما قلته للاعبين أن هذه التنقلات أفضلها كثيرا. في تصفيات المونديال لا يجب استصغار منتخبات مثل جيبوتي أو النيجر، لأنه في بعض الأحيان نحضر مفاجآت كانهزام المنتخبات الكبيرة أمام المنتخبات الصغيرة. تنقلنا إلى زيمبابوي من أجل تحقيق هدف واحد وهو التأهل.